قوي بالطاقة، ايه هي وازاي بتتم؟ تمام. طبعا هو موضوع التداوي بالطاقة يعني بيعتمد على حقيقة انه كل شيء في هذه الحياة هو في اساسه طاقة. الكون كله عبارة عن طاقة، حتى واحدة من نظريات الكون انه هو الانفجار الكوني اللي حصل ونشأ عنه طاقة، فهي كل شيء في الحقيقة في اساسها هي طاقة. عشان نختصر الموضوع، التداوي بالطاقة هو العملية اللي من خلالها المعالج اللي معتمد في هذا المجال بيتعامل بطاقة تعادل أي طاقة سلبية اللي هي بتبقى بشكل كبير في صورة أفكار تمكنت من الشخص ومن المحاور الطاقة بتاعته اللي هي هنستعرضها بعد شوية الصورة التوضيحية تمكنت تماما منه بحيث انها اصبحت تشكل الهوية بتاعته. زي ما مثلا بنقول انه في بنقابل انسان نقول ده انسان حبيب. هو ليه بنشوفه انه هو حبيب او انسانة مبتهجة؟ ليه؟ من كتر ما هي او هو هذا الانسان الهوية بتاعته بتتشكل من الحب أو السعادة، فده باين عليه في تصرفاته، في كلامه، في تفاعلاته، وفي تعامله مع أمور الحياة المختلفة. بيشاع طاقة يعني. فبيبتدي إنه نقول إيه؟ فلان ده الحبيب، أو دي إنسانة محبوبة جداً، دي الهوية. وبالتالي نفس الشيء على الجانب الآخر اللي هي من الطاقات السلبية، زي طاقة الخوف من ردة فعل الآخرين، الخوف من الفشل، القلق، التوتر، الحزن، الغضب، الشعور بالذنب، الشعور بالندم، كل دي طاقات سلبية. الحقيقة الطاقة اللي احنا بنعيش منها وبتشكل الهوية بتاعنا هي مش طاقة واحدة، هي مجموعة من المشاعر، وهي اللي بتكون ليها الدور الرئيسي في ما يحدث لنا وما نختبره في حياتنا من ناس، أحداث، أشياء، أزمنة، أماكن. فلما تكون الإنسان الطاقة الترددية اللي هو بيعيش منها مسيطر عليها الخوف من ردة فعل الآخرين، الخوف من الفشل أو الحزن أو الندم على خبرات سابقة ممكن يكون نسيها، ولكن هي في الحقيقة اختزلت في الغدة الصنوبرية اللي هي موجودة في المخ، دي اللي بيختزل فيها المشاعر من التجارب السابقة. طالما انه حصل تجارب سابقة نتج عنها مشاعر سلبية، ممكن الانسان ينسى اللي حصل له، بس المشاعر اختزلت موجودة once and for all، بتختزل على طول. يبتدي الانسان كل ما يجي يختبر حاجة جديدة في حياته تتنشط المشاعر. فاكر لما حصل كذا، فاكر لما اترفضت، فاكر، فيبتدي يحصل عنده نوع من نفور، التردد في ان هو يقدم على عمل اختيار جديد او ياخد قرار، لانه هو عنده خبرات سابقة. طبعا الخبرات دي بتبتدي تتكون بشكل حقيقي مع الانسان بدءا من عمر الثلاث سنين اللي هو بيبتدي هو يختبر بقى الحياة وتختزل كل ذكرياته. بس بالضبط ده حقيقي، ده مظبوط. ولكن في جزء آخر، إنه هو قبل ما يبتدي يوصل مرحلة الثلاث سنين وهو لسه حديث الولادة، هو وأثناء ما كان جنين في رحم الأم هو ابتدت تتكون عنده كمان المشاعر، وابتدت تختزل عنده الردود الأفعال اللي هي بعد كده ممكن قوي الأب والأم يبصوا لابنهم يقولوا هو ليه عنده ميول للعنف، او هو ليه بيزعق كتير، او هو ليه بيصرخ كتير، او عصبي او عدواني.